طموح دحين مبارك سعي. تفضلوا معنا. العملية ما خصكش تخليه بلا تعطيش الماكلة و تعطيش الماء الصباح ان شاء الله تدبحه وما تيجي تشوف الامور كي غادر الامور هذا تسلخي ان شاء الله هو غادي ان شاء الله ومعنا العميم شو اللي علمنا هو الله يرحم لي الوالدين العميم اللي علمنا الحرفة هو والحمد لله حنا غادي هادي اللي ما غسلهاش كتحس به ما كيعرفش يغسل الفوات كيغسلش الفوات هادي هي المهمه المحاط شي كله ما عندك شي صا هادي هي المهمه كتبقاي ديري لها بحال هكا انت كتخويها حطيها فيها الطبقه شتيها حفيها من الطبقه كتبقاي تغسليها بحال هاد الطبقه وهاد الطبقه وهاد الطبقه حتى ما يبقى فيها واه احسن اجواء هي نهار العيد الناس كيتجمعوا والحباب كيتجمعوا صلة الرحم كتكون الدور ديالي العيد انا كنتكلف بالفخار وكنتكلف بالبولفاف طبق رئيسي ديال الاسره المغربيه ديال المغرب كامل اللي الشحمه والبولفاف ديال النهار ديال العيد وصافي كنتكلف بالصخره اللي كنبقى دائما مني للدار من الصخره وكنخلي هما العائله كيتكلفوا طبق نهار العيد كنديرو اول نهار كنشويو الكبده كما الناس معروفين كاع المغاربه كيشويو نهار الاول كيشويو الكبده نهار الثاني كنديرو في الليل كنديرو التقليه الغد ليه من بعد كنديرو الفخد ولا الكتف